خطة رجال الأمن. مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة. تم القبض. مواطنان وخمسة مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة مواد البناء من مبان تحت الإنشاء في مواقع مختلفة. تم القبض. مواطن وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في النشل وتخايلهم على العمالة بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية ومن ثم تبديل البطاقة بأخرى. تم القبض. 3 مواطنين ارتكبوا عددا من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين قدرت قيمة المسروقات بقرابة 650,000 ريال. تم القبض. 3 مقيمين من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية التشادية انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا منزلين وسرقوا ما بحوزتها من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد. تم القبض. مواطنان ومواطنتان ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص قدرت قيمة المسروقات ب300,000 ريال. تم القبض.